نبدأ بدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم اليوم عن الهايبوثايروتيزم. طبعا الهايبوثايروتيزم من المواضيع المهمة جدا للجنرال فيزيشيان ولا طبعا للسبيشاليست. طبعا دائما احنا بنقول الهايبوثايروتيزم هي وظيفة طبيب الجنرال. يمكن الهايبرتيروزم تحتاج إلى سبيشاليست، لكن الهايبرتيروزم عادة بتعمل معها الجي بي أو الجنرال فيزيشن. طبعا زي أي أورغانز أو أي سيستم نيد كلينيكال examination of the thyroid. طبعا we start with inspection in front of the patient. طبعا زي أي examination you must start with the hands, face, then to the organ. في الأورغانز بنعمل inspection in front of the patient. You must inspect the patient, look to the neck, and after inspection, palpation. طبعا palpation from behind the patient, not inspection from front of the patient. Palpation from behind the patient, and you must use your tips of fingers and palpate firmly. طبعا كلنا بنعرف بين بيرتون ساين اللي هي residual thyroid goiters. طبعا تطلب من المريض انه يرفع الذراعين الى اعلى، هتلاحظ بعد فترة انه صار suffocation، ممكن يصير ساينوزيس نتيجة لوجود ريتروستيرنر جويتر. طبعا زي ما انتم شايفين في السلايد الاناتومي تاع الثيرويد، طبعا زي ما انتم ملاحظين الثيرويد جلاند مش موجودة على الثيرويد كارتيليج، هي موجودة على اسفل الثيرويد كارتيليج، يعني موجودة على التراكيا. لو لاحظنا موجودة على التراكيا وليست على الثيرويد كارتيليج، ولو انه التسمية هذه اسمها ثيرويد كارتيليج، لكن الثيرويد جلاند في الحقيقة هي موجودة تحت اللارنكس يعني، او تحت الثايرويد كارتيليج. طبعا انا بهمني في الاكزامينيشن زي ما انتم شايفين الوضع اللي هشوفه في البيشنت هو الوضع الموجود امامنا الان. هي الثايرويد كارتيليج موضح في الصوره، وموضح التو لوب اوف ثايرويد جلاند، وفي الاسمث اللي هو بينهم موضح بالقلم، وفي طبعا الكاروتيد ارتس حوالين الثايرويد التو لوبس. يعني هذا هو النوتش اللي at the top of the thyroid cartilage، تحتها الثيرويد كارتيليج، وتحتيهم خالص تيجي هي ايش اللي كريكو ثايرويد ميمبرين، وعلى الجنبين حيكون both load او two lobe one right and left lobes of the thyroid. طبعا هو هنا بيعمل زي ما انتم شايفين examination palpation، يعني examination palpation of the throat from behind. ممكن عمله من الامام in front، ممكن بس الافضل from behind the patient you can palpate the thyroid gland the two lobes. And if there is any nodules or cystic nodules or any abnormality you must comment on it, give a comment on it. هنا طبعا بيعمل good palpation لل two lobes، بحاول يعرف إذا في أي nodules أو في أي mass موجودة. طبعا زي أي mass في الجسم أو زي أي nodule في الجسم you must give a comment about the size, about the if it is adhesive to the skin or not, movable or not, firm or not, regular or soft or smooth. زي اي ماس يعني بتشوفه لازم تعطي كومنت عليها. طبعا ممكن كمان لازم نطلب من المريض انه to drink water. هل هي movable with the drinking؟ طبعا الثيرويد جلاند movable، لو كانت من الثيرويد، لو كانت الماس او النديولز من الثيرويد هتلاقيها، هنلاحظ انه اثناء swallowing of water movable. اذا if it is not movable maybe not related to thyroid gland. طبعا هنا لاحظين enlarged left lobe thyroid left lobe في enlargement. طبعا need good palpation and ultrasound to define the lesion. طبعا هنا في السلايد زي ما كنا نعرف في الفيزيولوجي
انه في عندي الهايبوثالاماس، وفي عندي الانتيريور بيتوتوري جلاند، وفي عندي الثايرويد جلاند. طبعا الثايرويد ريلايزنج هرمون واللي ستيموليت الثايرويد ستيمولان هرمون، والثايرويد ستيمولان هرمون واللي ستيموليت ذا ثايرويد جلاند تو سينثيز تي 4 اند تي 3. طبعا تي 4 mainly synthesis in the thyroid gland، لكن التي 3 mainly synthesized in the periphery. يعني انا عندي تي ار اتش هيعمل stimulation للتي اس اتش في الانتيتوري بيتوتري جلاند. طبعا التي اس اتش هيله ريسبتور طبعا زي ما بنعرف في الثايرويد جلاند، هيتكون عندي انا التي 4 والتي 3. طبعا الجزء الاكبر من التي 4 بيتكون في الثيرويد جلاند، والجزء اكبر من التي 3 بيتحول من التي 4 في البريفري، لكن في جزء بسيط في الثيرويد جلاند. طبعا الكويشن اللي دايما بنساله يعني of these hormones which hormone is controlled by 3 hormone، يعني في واحد من هذه الهرمونات controlled by 3 hormone. طبعا هو TSH، الجواب الانسر هو TSH لانه controlled by TRH as a stimulator and feedback by T3 and T4. طبعا الـ active form for T3 and T4 هو الـ free T4، الـ free T3 والـ free T4. يعني الأكثر أهمية طبعا الـ free T4 والـ free T3. الـ TSH هو الـ cornerstone of this circle. الـ TSH هو الـ big mirror أو الـ change in TSH، هي الـ big mirror للـ change in T4 أو T3. يعني أي تغيير في T3 أو T4 بينعكس بشكل كبير على TSH، والعكس صحيح. يبقى TSH controlled by 3 هرمون وهو الـ corner stone اللي فهم هذه السيركل. طبعا زي ما قلنا الـ 3-iodothyroid اللي هو T3 10% from the thyroid gland و 90% derived from conversion من الـ T4 للـ T3. يعني 10% فقط من الـ T3 بتكون في الثيرويد جلاند، لكن 90% هو derived from conversion من T4 للـ T3 في البريفري. الـ T4 تقريبا is exclusively from thyroid gland. الـ T4 synthesized in the thyroid gland، لكن التي 3 هو بيتكون في البريفري بشكل 90% او اكتر. طبعا ممكن نطلب احنا يعني many investigation زي ما بنعرف احنا الاندوكراين يعني في معظم الديسيز تقوم على رقم معين، على ارقام معينة، على رقم هرمون معين. بمعنى انه ديابيتس من مين فاستنج بلاد شوغر 126 او اكتر، او اكتر من 200 عدة مرة. كذلك الهايبوثيرويديزم او الهايبوثيرويديزم يعني قراءة التي اس اتش وقراءة الفري تي 4. يبقى انا بحاجة لرقم. يعني صحيح في كلينيكال اكزامينيشن، في سسبشن، في ماني يعني كلينيكال سيتويشن، لكن في النهاية انا اتاشد باي investigations. I look to investigation. طبعا أهم two investigation يعني asked for the thyroid TSH و free T4. طبعا لو أنا بدور على hypothyroidism احتمال كبير لو كانت primary hypothyroidism TSH كفاية، ممكن TSH كفاية لو أنا كنت بفكر في primary hypothyroidism، وهي طبعا the most common the primary hypothyroidism. يعني المشكلة في الثيرويد gland، تمام، التي اس اتش حيكون هاي. لو انا اعتقادي او الكلينيكال سينز بيقول لي انه هذه برايمري يبقى التي اس اتش كفايه. لكن في الهايبوثيرويديزم انا مضطر اطلب الاثنين، مضطر اطلب التي اس اتش والفري تي 4، لانه التي اس اتش مي بي سبريست ان هايبرثيرويديزم وممكن ما يطلعش في التحليل. ففي البدايه لازم اطلب التي اس اتش والفري تي 4. في الهايبوثيرويديزم لو بعمل سكرين بعمل تي اس اتش، لو كان هاي بعد هيك ممكن اطلب الفري تي 4. طبعا الفري تي 3 نطلبها في بعض الحالات اللي احنا بنبقى شاكين انها هايبرثيرويديزم، ومع ذلك الفري تي 4 في النورمال رينج، فممكن نطلب الفري تي 3. وطبعا حالات قليله بيسموها فري تي 3 ريليتد هايبرثيرويديزم. طبعا في الاوتو اومون ديزيز لو كان عندي سسبشن هذه اوتو اومون ديزيز هطلب الانتي بوديز،
هنتكلم عنها كمان شوية، الانتي ثيرويد انتي بوديز، تمام، لو كانت هاشيموتو او كانت جريفز ديزيز في الهايبرتيروديزم. طبعا النيوكلياسينتيغرافي، طبعا في بعض الدول بتحب تعمل نيوكلياسينتيغرافي، مثلا مشهور في تركيا، لكن طبعا احنا مش متوفر عندنا. ووجود الالترا ساوند الصراحه بشكل كبير، وتقدم كبير اللي صار في الالترا ساوند، ممكن يكون يعني شويه عوض النقص الموجود في النيوكلياسينتيغرافي. طبعا لو في اي نوديول احنا بحاجه في البدايه، لو اي نوديول اكتر من 1 سنتي، فاين نيدل اسبيريشن، الفاين نيدل اسبيريشن مهم جدا تو اكسكلود مالجنسي، بالرغم زي ما بنعرف انه المالجنسي طبعا في الثيرويد جلاند رير، يعني ليس كومون، يعني معظم النديولز اللي بنشوفها بتكون بناين، لكن مع ذلك احنا بنعمل لاي نديول اكتر من 1 سم حجمها يعني ممكن يتخذ منها فاين نيدل اسبيريشن. طبعا انا عشان اشخص هايبوثيروزم انا تي اس اتش في البدايه، خاصه لو كانت برايمري كفايه، لو تي اس اتش هاي فبلجأ للفري تي 4. طبعا التي اس اتش الون ممكن تكون انف حسب الجايد لاين الامريكيه اف هايبرثيروديزم ان سسبكتد، لكن لو هايبرثيروديزم انا هطلب تي اس اتش وفري تي 4. التي اس اتش لحاله مش كفايه لانه مي بي سبريست، ممكن ما يطلعش في التحاليل. الفري تي 3 هطلبه لو انا شاكك انه عندي تي 3 ريليتد توكسيكوزيس، لو كانت الحاله هايبرثيروديزم. طبعا في الفولو اب في الاخر خالص، خاصه في الهايبرثيروديزم، وفي الهايبرثيروديزم الفولو اب اونلي تي اس اتش. طبعا بيهمني انا التي اس اتش يكون في النورمال رينج او حتى في الميدل اوف ذا نورمال رينج. لما انا اعالج المريض بيهمني تي اس اتش يكون في النورمال رينج اللي هنتكلم عنه كمان شوي. دونت اوردر فور توتال تي 4 و توتال تي 3. توتال تي 4 طبعا او توتال تي 3 يعني ممكن نعملها فور ريسيرش، فور ليس بغرض علاج اي مريض، لانه توتال تي 4 والتوتال تي 3 زي ما قلنا كان بي افكتد باي بريجننسي، باي سيروزيس، باي بروتين مال نوتريشن. الانفستيجيشن اللي احنا بنطلبها دايما هي تي اس اتش وفري تي 4. طبعا هنا العلاقات اللي هي التسعة المختلفة اللي ممكن تظهر، سواء كانت الحالة برايمري أو كانت سكندري أو كانت سب كلينيكال، حسب زي ما انتم شايفين التي اس اتش على الاكس اكسس والفري فور على الواي اكسس، ايش الاحتمالات اللي ممكن تكون. طبعا اول شيء بلفت انتباهكم له اللي هي ايش، البرايمري هايبوثيروديزم اللي يعني موضوعنا اكتر اليوم. البرايمري هايبوثيروديزم معناته انا عندي تي اس اتش هيكون هاي والفري تي 4 هيكون لو، تمام. طبعا انا في عندي المربع اللي فوقيها على طول هو سب كلينيكال هايبوثيروديزم، يعني انا في عندي برايمري هايبوثيروديزم زي ما احنا شايفينها تي اس اتش هيكون هاي والفري تي 4 لو، وفي عندي سكندري هايبوثيروديزم الاثنين لو. طبعا هذه حالات رير، تيومر في البرين افكت التي اس اتش هيكون الاثنين لو، المانفستيشن هايبوثيروديزم السي اتش اتش لو والفري تي 4 لو، يبقى هذه سكندري هايبوثيروديزم. طبعا الاحتمال الثالث في الهايبوثيروديزم هتكون سب كلينيكال هايبوثيروديزم. سب كلينيكال هايبوثيروديزم هنلاحظ انها هتكون سب كلينيكال هايبوثيروديزم، هنلاحظ انه التغيير هيكون فقط في التي اس اتش، لانه التي اس اتش هو البيج ميرور للفري تي 4. الفري تي 4 ممكن يكون فيه سم تشينج لكن ما ظهرش بشكل كبير، ضل الفري تي 4 في النورمال رينج، لكن تاثر مين؟ تاثر التي اس اتش. يبقى سب كلينيكال هايبوثيروديزم او هايبرثيروديزم تعني هناك تشينج موجود في التي اس اتش فقط، لكن لم يظهر في الفري تي 4. طبعا هذه الحالات ممكن نعالجها، ممكن لو كان الانتي بودي بوزيتيف، لو كانت سيفير سيمتوماتيك، ولا تعني كلمه سب كلينيكال انها اسيمتوماتيك، لا مي بي سيمتوماتيك. لو كانت سيفير سيمتوماتيك، لو كان انتي بودي بوزيتيف يعني الديزيز اوتو امون، ممكن نبدا بالعلاج بدري شويه. يبقى سب كلينيكال هايبوثيروزم، وفي عندي برايمري هايبوثيروزم وعندي سكندري هايبوثيروزم، برضه في نفس الوقت عندي برايمري هايبرثيروديزم لو كانت الحاله هايبر، وسكندري هايبرثيروديزم وصب كلينيكال هايبرثيروديزم. لو الاثنين نورمال هتكون اللي هو اللي في النص اللي هو ايوثيروديزم.
لو ما فيش قادر انا اعمل علاقه بين التي اس اتش والفري تي 4 باي حال من الاحوال، يبقى افكر بنان ثايرويد ريليتد إلنس. مثلا مريض اخذ الثروكسين، في الحاله هذه حيكون عنده التي 4 عالي، تمام، الفري تي 4 عالي، لكن التي اس اتش ما صارش، ما لحقش يصير له سبريشن. هذا طبعا من مرضى يعني قبل التحليل بتلاقيه اخذ اكثر من تابلت الثيروكسين ليفوثيروكسين، وبالتالي حتلاقي الفري تي 4 عالي من دون ما يتاثر التي اس اتش. التي اس اتش والنمر ليش؟ طبعا هذه هذول التو هرمون ماست بي ريليتد تو اذرز. اذا ما التي اس اتش نوت افكتد، يبقى انا بفكر انه ممكن افكر انه الحاله توكسيكيشن، او هو اخذ جرعه كبيره من ريسنتلي من الليفوثيروكسين. طبعا لو كان العكس، يعني كان عندي العكس، لو كان عندي لو الفري تي 4 والتي اس اتش نورمال نوت افكتد، ما بي سيبسيس مثلا، حاله تكون سيبسيس نون ثايرويد إلنس، لو مش قادر اعمل علاقه بين الاثنين دائما افكر بنون ثايرويد إلنس، سواء كانت هايبر او هايبو. يبقى الاحتمالات الموجوده في الهايبوثايرويديزم يا اما برايمري هايبوثايرويديزم وهي الاكثر وهي الموست كومون، وحتكون تي اس اتش هاي والفري تي 4 سبريس، او تكون سكندري هايبوثايرويديزم وحيكون الاثنين لو، او تكون سب كلينيكال هايبوثايرويديزم. يبقى حيكون اللي الافكتد او الافكشن ظهر في التي اس اتش فقط. سب كلينيكال يعني التي اس اتش كان هاي لكن الفري تي 4 لسه في النورمال رينج. طبعا هنا النورمال رينج زي ما انتم ملاحظين التي اس اتش من نص لخمسة ونص، احنا مسهلينها شوية على اساس نقدر نحفظ الارقام، من نص لخمسة ونص التي اس اتش بالميو يونت لللتر، والفري تي 4 من نص لاثنين ونص بالنانو جرام للديسي لتر. يعني انا عندي رقمين بدي اعرفهن، اللي هو تي اس اتش نص لخمسة ونص، وعندي الفري تي 4 من نص لاثنين ونص. طبعا لما انا بدي اعمل تريتمنت بدي احاول يكون التي اس اتش في النورمال رينج، يعني حوالي 2.5 او 2 او 2.5، يعني ما بين النص والخمسة ونص، لكن يكون حوالي 2.5 في النص على اساس تكون الامور تحت المريض الكلينيكيه كويسه. زي ما شفنا هنا الكيرف كيف بصير البروجريشن في الهايبوثايرويديزم، يعني حاله هاشيموتو كيف بصير لها البروجريشن. زي ملاحظين انه بصير تشينج في الفري تي 4، يعني هنا بصير تشينج واضح في الفري تي في تي 4، يعني هو نزل لفري تي 4 صار له سب، يعني صار ديكريز، لكن ضل في النورمال رينج. لكن قبل ما يصير في الاب نورمال رينج كان التي اس اتش اللي هو البيج ميرور تبعه بين التشينج بشكل كبير. هان قبل هنا ما يظهر في الاب نورمال رينج ظهر تي اس اتش قبله. دائما التي اس اتش يسبق لفري تي 4، وبالتالي التي اس اتش هنا كان عالي لكن لسه لفري تي 4 في النورمال رينج. في الحاله هذه هان كان مسمي صب كلينيكال. بعد فترة الفري تي 4 حيلحق بيش التي اس اتش والفلو تي اس اتش، يبقى التي اس اتش حيكون هاي والفري تي 4 حيكون سبريست. الفري تي 3 بيطول شوية، بيضل في النورمال رينج فترة طويلة، في الاخر بينزل خالص. هذا النورمال بروجريشن للهايبوثايرويديزم للبرايمري هايبوثايرويديزم. يبقى زي ما ملاحظين الفري تي 4 بدأت الليفل تاعه ينزل لكن برضه في النورمال رينج. في الحالة هذه انا حقول عنه سب كلينيكال هايبوثايرويديزم، لكن التي اس اتش هو اللي وضح لي ان هناك تغير في الفري تي 4، قل عن المستوى اللي كان عليه زمان لكن لسه هو في النورمال رينج للفري تي 4، لكن التي اس اتش صار في الاب نورمال رينج لانه هو البيج ميرور للفري تي 4، وبالتالي بقدر انا اشخص الحاله سب كلينيكال بدري شويه. تي اس اتش هنا عالي، وبالتالي هذه هي في هذا الكيرف واضح لنا فكره السب كلينيكال. طبعا في السيفير حالات خلاص حيكون تي اس اتش فرانك هاي والفري تي 4 والفري تي 4 فرانك لو، طبعا هذه كانت سيفير. في المودريت تي اس اتش هاي، وطبعا الفري تي 4 طبعا لو، لسه الفري تي 3 ما ظهرش انه لو كثير في حالات المودريت. في الاخر خالص الاثنين حيكونوا لو، الفري تي 3 والفري تي 4. طيب طبعا هنطلب الانتي بودي، طبعا الانتي بودي اللي احنا نطلبها الموجوده والانتي ثايرويد ثايروكسين بيروكسيداز انتي بودي او الانتي تي بي او، يعني بنسميه انتي تي بي او انتي بودي، موجود في الاوتومون ديسيز، موجود كتير طبعا في جريفز، وموجود في هاشيموتو. طبعا هو تشيب عشان هيك احنا دائما بنطلبه. الانتي بودي الثانيه هي ثايرويد ستيمولاتينج انتي بودي او تي اس اي انتي بودي،
اللي هي الهاي تايتر تي بي او انتي بادي ان هاشيموتو في ريديال ثيرويدايتس احيانا بيكون بوزيتيف، التي اس اي او الثيرويد ستيمولاتينج انتي بادي او الثيرويد ستيمولاتينج امونوجلوبين في الجريفز بتكون اكتر. طبعا لانه التي اس اتش اكسبنسيف مش كتير، احنا TSA ثيرويد سيستماتيك انتي بودي اكسبنسيف مش كتير بنطلبها، لكن كتير بنطلب التي بي او. طب انا بهمني في الانتي تي بي او بهمني اطلبها في حالات الهايبوثيروزم، لو كانت بوزيتيف معناته الحاله اوتومون، معناته احتمال تكون هاشيموتو ديسيز. طبعا الهايبوثيروديزم اكثر هي يعني موست كومون في الاندوكراين طبعا بعد الديابيتس، واكثر في الفيميل، النسبه 8 ل1 بالنسبه للميل. طبعا يعني طبعا ممكن تكون اندر دياجنوست خاصه في الاولد ايج. تمام، 90% من الحالات زي ما قلنا برايمري هايبوثيروديزم، يعني السكندري او التيرشري هايبوثيروديزم حالات قليله ونادره، والتشخيص بيكون واضح، بيكون في تيومر، بيكون في تروما في الهيد. ف90% من الحالات برايمري هايبوثيروديزم. طبعا الكلاسيفيكيشن اوف هايبوثيروديزم البرايمري يعني المشكله في الثيرويد نفسها، على راسها بتيجي الهاشيموتو ديسيز 65% والايودين ديفيشنسي في الدول الناميه الديفلوبينج كانتري هتكون رقم 2، واول دراج ريليتد زي الليثيوم لانه له ديستركتيف افكت على الثيرويد ممكن يؤدي لهايبوثيروزم. يبقى في البرايمري هايبوثيروزم الاساس او الاهم ديزيز، تو ديزيز الهاشيموتو والايودين ديفيشنسي. الهاشيموتو في الديفلوبينج كانتري في الدول المتقدمه، والديفلوبينج كانتري اللي هي الدول الناميه هيكون الايودين ديفيشنسي. طبعا ممكن تكون اسباب اخرى يعني سبونتينيوس اتروفيك مثلا ببص سيرجيكال كونجينيتال، ما يكونش في ثيرويد جلاند. ممكن طبعا يكون سكندري او سنترال، يكون السبب تيومر في البرين او في الهايبوثالاموس وافكتد التي اس اتش ممكن تكون، لكن الاكثر هو برايمري، واكثر 2 الهاشيموتو والايودين ديفيشنسي، هذول اكثر 2 في الحياه بنواجههم للثيرويد للهايبوثيروزم. طبعا السب كلينيكال يمكن 5% بتوصل، 15% في الناس الاكبر من 65 سنه يعانوا من الهايبوثيروديزم. السب كلينيكال ممكن يكون 5% سب كلينيكال هايبوثيروديزم، 15% يعني في بعض الاحصائيات كانت او الريسيرش اللي فوق 65 سنه خاصه في الومن كانت هايبوثيروديزم، عشان هيك اي واحد فوق 65 سنه بصير عندنا ادنى سسبشن بنطلب على طول التي اس اتش. اول بيرسون ايجد اباف 60 يير اوردر فور تي اس اتش، اي مريض جاي فوق 60 سنه بيشكي من جينرال ويكسين، بيشكي من اي شكوى ما طبعا يعني يو ماست اكسكلود هايبوثيروديزم، لانه نسبه الهايبوثيروديزم في الايج بعد 60 او بعد 65 نسبه يعني كبيره كتير. طبعا المالتي سيستم افكت الهايبوثيروزم، طبعا الجنرال المريض غالبا بيكون ليثارجيك سومنيلانس ويت جين، كتير بيجوا يشكوا من ويت جين، كولد انتولرانس، جويتر، ادي في الجنرال اكزامينيشن. بالنسبه للكارديو فاسكولار براديكارديا ممكن يكون congestive heart failure، كتير حالات بريكاردال فيوجن، كتير حالات بشخصوها أطباء القلب من البريكاردال فيوجن، هايبرليبيديميا، كتير أكسيدنت اللي بيعمل بلاقيه هايبرليبيديميا، فبنطلب التي اس اتش، سانزا لازمة بتكون على الايز بنطلب التي اس اتش، حنلاقيه هايبوثيروزم. ممكن نلاقي عندهم ايرون ديفشنسي انيميا او اي نوع من انواع الانيميا كان بي اسوشيتد وذ هايبوثيروزم، نورمو سيتيك كروميك نورموكروميك انيميا او ايرون ديفنسي انيميا لانه بصير عندهم هيفي منستريشن. طبعا منوريجيا امبوتنس ممكن من الاشياء اللي ممكن تواجهنا في الهايبوثيروزم، ممكن يشكو من بينز، من ماسل ستيفنس، من اتشز، من كاربال تانل سندروم، ديفنس، هورسنس، كتير مرضى بنشخصهم من الهورسنس، اي تشينج ان ذا يعني ان ذا فويس ممكن يكون سببه هايبوثيروديزم. طبعا من الحاجات اللي بنشوفها في الاكزامينيشن ديلي ديب تندر ريفلكسز،
وبنعمل على تشيل ريفلكس. لو عملنا على تشيل ريفلكس هنلاقي دي تندر ريفلكس ديلايد في الريسبون، يعني بعد انا ما اعمل الريفلكس بلاقي ديلايد لما يصير ريكفري للريفلكس. ممكن نلاقي كتير الهايبوثيرم مع الدبريشن والسايكوزيس، والحاله هذه لازم نعالج الهايبوثيرم عشان نقدر نعالج الدبريشن. طبعا جزء كبير منهم بيعاني من كونستيبيشن، من ايلياس احيانا، طبعا بصير فلود ريتينشن وبصير اسايتس. طبعا السكين مشهور طبعا في الهايبوثيرم، دراي سكين في الهايبوثيرم بعكس الهايبرثيزم، ميكسيديما. طبعا هي كان اسمها زمان الهايبوثيرم بيسموها ميكسيديما، انه يكون في اديما نون بيتنج اديما. تمام، ممكن تكون مصحوبة مع الكاروتونيميا، مع الفيتيلايجو كاتو من ديزيز، مع يكون معها الوبيشيا. كتير حالات بيجينا بالوبيشيا في الحالات الهايبرثيزم. يعني هي مالتي سيستم افكت، يعني ما فيش سيستم بتسيبه، سواء كارديو فاسكولار، سواء جنرال، سواء نيورو ماسكولار، سواء جاستروانتستاينال. لكن طبعا زي ما بقول المريض الهايبرثيزم مريض يعني هادي جدا، سليبي، اوبيز، يعني الاوبيزيتي اللي كتير بتكون سبب النتيجة. احيانا باي اكسيدنت لما بنعمل اكس راي بنلاقي بريكارد ريفيوجن، او بنلاقي بلورال ريفيوجن، بنعمل ايكو بنلاقي بريكارد ريفيوجن، وبالتالي بتكون هي الايش يعني الخيط تبعنا لتشخيص المريض. طبعا هنا واضح انه في هنا جويتر، لارج جويتر في دول افريقيا، طبعا في اللي عندهم ايودين ديفيشنسي، وهو من اهم الاسباب في الدول النائمية. طبعا هنا واضح انه في ان هي الميكسيديما هي الهايبوتيروزم، وبنلاحظ انه في ميكسيديما بتكون في الفيس، وطبعا حتى لهم هيك لوكس هيك معينة، هتلاقي ميكسيديما وبافنس في الفيس واضح موجود. وكان اسمها زي ما قلنا البتوزم كان يسموها زمان ميكس إديما. طبعا هنا برضو يعني حالات الهايبوثيروزم، وبنشوف بيري اوربيتال إديما، وبنشوف البفنس اللي في الفيس في حالة تانية. طبعا ماكروغلوسيا من الاسباب اللي بتعمل في الاندوكراين، ماكروغلوسيا احد هذه الاسباب. طبعا الهايبوثيروزيم احد الاخر، الاكروميجالي، احيانا الاوبيزيتي نفسها، احيانا امايلودوز طبعا ممكن يعمل ماكروغلوسيا. طبعا الماكروغلوسيا موجوده ايضا في الهايبوثيروزيم، ممكن تعمل طبعا هايبوفنتيليشن سندروم زي ما بنعرف. طبعا في الاكزانثوماتا، الاكزانثا لازمة لو كانت على الايلتس، او الاكزانثوماتا او توبرس اكزانثوما، كل هذه مصحوبة او associated with hypothyroidism. لو اجت على الجوينت بنسميها توبرس اكزانثوما، كلها الترمينولوجي تبعها يسموه اكزانثوماتا او سانسا لازمة لو كانت على الايليد. وهذا طبعا سبب كافي اني انا اطلب طبعا الليبيد بروفايل، واطلب طبعا التي اس اتش تو اكسكلود هايبوثيرويديزم. طبعا هنا اللي هو اكزانثوماتا موجودة، هنا اللي هي اللي ايش موجودة الفات تحت السكين، وطبعا السوليد اديما او الميكس اديما نون بيتنج اديما، هنا طبعا اللي هي البيكتشر الخاصة فيها للهايبوثيروديزم. طبعا زي ما قلنا مي بي اسوشيتد او كتير اسوشيتد ويز كاروتينيميا، يعني وجود جوندس او يلويش اوف ذا سكين او ذا فوتس او في الفيتس او في الهاندز في السولز، لكن لا تظهر طبعا في السكاليرا. السكاليرا بتكون ايش ريزيرف من هذه الجوندس، تختلف عن الجوندس اللي بسبب ارتفاع البيلروبين، هذه نتيجة ارتفاع الكاروتين، وبتظهر كتير في الهاندز وفي الفيت طبعا associated with hypothyroidism. طبعا هذه المريضة بيفور تريتمنت واضح البافنس اوف ذا فيس والبربروتال اوميد ديما في حالة هايبروزم طبعا، والجويتر هنا. طبعا بعد العلاج طبعا اتغيرت الامور كتير، افطر ليفوثيروكسين طبعا تحولت للوضع الطبيعي زي ما احنا شايفين. طبعا هم كانوا زمان يعني يدقوا على الاكس راي اللي هي السيلا تورسيكا، ونشوف لو كانت الحالة طبعا سكندري او تيرشيري نشوف التيومر. طبعا احنا الان لو كانت اللي بتتر تيومر او السكندري هايبرتيزم، لو كانت هنا طبعا اللارجمنت واضح فيها، بس طبعا الحين صرنا احنا نعمل ام ار اي عشان نشوف البيتوتري جلاند. لو كانت الحاله سكندري او تيرشيري طبعا نطلب احنا ام ار اي وليس طبعا اكس ري. كانوا زمان
دايما بيعتمدوا كتير على الاكس راي. طبعا اختلفت الامور الان. طبعا هذه الحاله كانت بيريكارديال فيوجن، هيوج بيريكارديال فيوجن، وكان السبب تي ايش؟ هايبوثيرويديزم. يعني هنعمل ايكو او نعمل اكس راي بعدين نعمل ايكو، كان سيفير بيريكارديال فيوجن بسبب الهايبوثيرويديزم. افتر التريتمنت طبعا الوضع اتغير تشينج بشكل كبير بعد الليفوثيروكسين، رجعت الوضع الطبيعي. طبعا المريض مش كومبليانت، سيب العلاج فتره، رجعت الامور مره ثانيه بريكال. هو نفس ذا سيم اوف ذا بيشنت، يعني البيشنت نفسه في كل الثلاث سلايدات اللي فاتوا. هنا لما سيب العلاج رجعت الابيرنس اوف بيريكارديال افيوجن. طبعا الهايبر كوليستريليميا، الدبريشن، الدي ام كان بي اسوشيتد وذ هايبوثيرويديزم. 90% من الحالات الاوفرت هايبرزم فيها طبعا هايبر كوليستروليميا، نسبه كبيره جدا من حالات الهايبرزم معظمهم بيكون عندهم هايبر كوليستروليميا، وبتحسنوا طبعا افتر تريتمنت. زي ما قلنا الهايبرزم كان بي اسوشيتد وذ ديبريشن، يعني الديبريشن والهايبرزم في ماني مانيفيستيشن، كونستيبيشن، ديكريس كونشسنس، ويت جين موجوده في الـ في الـ في الاثنين. طبعا يو ماست تريت هايبرزم تو بي ايبل تو تريت ديبريشن. اف يو دونت تريت هايبرزم يو ويل نوت بي ايبل تو تريت ديبريشن. يعني لو كان الديبريشن سببه او مصحوب بهايبرزم، وي ماست تريت هايبرزم بيفور تريتمنت اوف ديبريشن، او يعني وذ تريتمنت وذ ديبريشن. طبعا 10% 10% of patient with type 1 diabetes mellitus develop subclinical hyperthyroidism. طبعا انه الاثنين اوتو امون ديزيز، والتايب 1 كتير بيكونوا associated with hypo او subclinical hyperthyroidism. 10% منهم نسبة، يعني لا تعد نسبة كبيرة في احد الريسيرش انه يكون معهم subclinical hypothyroidism. طبعا كيف نتعامل معهم؟ نطلب اي مريض نشك فيه او يصير عندنا suspicion انه عنده هايبوثيرويديزم، نطلب طبعا التي اس اتش. اليفيتد تي اس اتش هنروح للفريتي 4. التي 4 الفريتي 4 اليفيتد عفوا لو، هيكون عندي برايمري هايبوثيرويديزم. يبقى اول حاجه هطلب انا تي اس اتش، لو كان اليفيتد هطلب الفريتي 4. الفريتي 4 لو طبعا هذه الحاله برايمري هايبوثيرويديزم، هطلب انتي بودي بوزيتيف معناته هذه الحالة اوتو امون. تي بي او نيجاتيف معناته مش اوتو امون. لو كانت بوزيتيف اوتو امون يعني هاشيموتو ديزيز مثلا. هاشيموتو طبعا لازم ابدا ريبليسمنت بالليفوثيروكسين اللي هو تي 4. تمام. لو التي بو تي تي الانتي الانتي بودي او تي بي او نيجاتيف طبعا هفكر باذر كونديشن مثلا اللي هو ايودان ديفيشنسي مثلا. لو كان الفريتي 4 نورمال وتي اس اتش اليفيتد زي ما حكينا في الاول، هتكون سب كلينيكال هايبوثيرويديزم. يعني سب كلينيكال تعني الفري تي 4 او التي 4 نورمال، لكن التي اس اتش هو اللي هاي حسميها سب كلينيكال. طبعا لو كان التي الانتي تي بي او الانتي بودي في سب كلينيكال بوزيتيف حتى وهو سب كلينيكال بعالجه، لانه هذا يعني انه هذا اوتو امون ديزيز، ففيش داعي استنى لما يصير فرانك هايبوثيرويديزم. لا، صب كلينيكال وتي بي او بوزيتيف يبقى تريت ذا بيشنت. وطبعا الفولو اب لو كان تي بي او نيجاتيف هعمل له ايش؟ انوال فولو اب. النورمال تي اس اتش لو كان عندي التي اس اتش نورمال وانا شاكك انها الحاله هايبوثيرويديزم، هفكر في البيتوتري جلاند، هل في مشكله في البيتوتري ولا لا؟ واذا ما فيش خلاص نو تيست. لو في انا شاكك انه في احتمال مشكله في البيتوتري جلاند، يعني البيتوتري جلاند ما بتطلعش تي اس اتش، في تيومر، في ماس افكت، معناته هطلب لو انا شكيت هطلب تي 4. لو كان نورمال خلاص مش هطلب اي حاجه. لو كان لو الفري تي 4 لو كان لو معناته يو ماست ايفالويت بيتوتري سيك ايثرويد او دراج افكت. يعني لو كانت الحكايه لو كانت الحاله كلينيكالي ماشيه مع هايبوثيرويديزم، هشوف البيتوتري وهشوف الفريتي 4. الفريتي 4 لو كان نورمال خلاص مش هعمل تحاليل كتير، وما فيش حاجه بتدل انه في مشكله في البيتوتري جلاند خلاص مش هعمل حاجه. لكن لو لقيت الفريتي 4 لو لكن التي اس اتش
نورمال المفروض يكون هاي، يبقى في مشكلة في البيتوتري. هل البيتوتري في سبب بمنع الدي اس اتش، او في دراج افكت اثر على البيتوتري جلاند؟ تمام. لكن لو كانت الحالة هي زي الموست كومون دي اس اتش اليفيتد، معناته حروح للفري تي 4. الفري تي 4 لو كان لو خلاص برايمر هايبرتروفيزم، لو كان نورمال حفكر بصب كلينيكال. لو فكرت بصب كلينيكال او برايمري حروح للانتي بودي. صب كلينيكال انتي بودي بوزيتيف هعالج العيان، لو كان نيجاتيف ممكن ما اعالجوش بس اعمل له فولو اب في الحاله هذه. لو كان سيفير سيمتوماتيك ممكن اعالجه حتى لو كان التي بي او نيجاتيف. برايمري هايبوثيرويديزم كان التي بي او طبعا بوزيتيف لازم هاشيموتو، وطبعا لازم تعمل ريبليسمنت. حتى لو كان التي بي او نيجاتيف بس هو برايمري هايبوثيرويديزم فرانك، خلاص برضو لازم افكر باسباب تانية بس برضو هعمل ريبليسمنت. اوكي. طبعا الهدف نورمالايز التريتمنت، الجولز اور جولز تو نورمالايز تي اس اتش ليفل، بغض النظر اذا كان السبب هاشيموتو او ايودان ديفشنسي او اي سبب اخر، انا اوصل التي اس اتش للنورمال رينج اللي هو قلنا من نص لخمسة ونص. طبعا الدوز لتريتمنت وانس ديلي دوز اللي في يعني الدوز ان هي قد تصل الى 1.6 مايكروغرام للكيلو في اليوم، يعني ممكن نصل بالليبوثيروكسين لغايه 1.6، لكن ما بنبدا ب 1.6، احنا يعني بنبدا بجرعه اقل من هيك. التي اس اتش فولو اب ان الجرعه النهائيه قد تكون حوالي 1.6، نادر لما نتجاوز ال 1.1 مايكروغرام للكيلو في اليوم. بعد هيك هعمل مونيتور للتي اس اتش كل 6 ويك او 8 ويك، يعني ما بنفع كل اسبوعين او كل اسبوع، لانه التي اس اتش هاف لايف له فيري لونج، وبالتالي انا اي تغيير في التي اس اتش حتوقعه بعد 6 ل 8 اسابيع. يبقى لما اطلب فولو اب ممكن اطلبه كل 8 اسابيع او كل 6 اسابيع عشان ازود اعمل انكريمنت او ديكريمنت للليفوثايروكسين. طبعا التابلت اللي متوفره عندنا احنا هنا حتى 50 و100، يعني ال 25 عندنا مش متوفره في قطاع غزه، المتوفر هو 50 و100، في بعض الدول متوفر فيها 25 مايكرو جرام تابلت. الستارتنج دوز فور هيلثي بيشنت لو كان اقل من 50، يعني يونج اقل من 50 ممكن ابدا بواحد مايكرو، واحد مايكرو جرام للكيلو. يعني لو كان 70 او 75 حدي 75 مايكرو جرام ليبوثيروكسين. يعني لو كان عندي تابلت 50 حدي مثلا حبه ونص، لو كان هو اقل من 50 يبقى اقل من 50 بعطيه واحد. لو كان اكتر من 50 سنه تمام يبقى الجرعه ما تجاوزش ال 50. يبقى القاعده تحت ال 50 ايش بتقول؟ لو كان اقل من 50 ممكن اتجاوز ال 50 واعطيه واحد مايكرو يوصل ل 75. لو كان اكتر من 50 هو عمره، في الحاله هذه بحاول ما اتجاوزش ال 50 مايكرو كبدايه، ببداله ب 50 مايكرو، وبعدين بعد كل 6 اسابيع بزود حوالي بزود 25 مايكرو او بقلل 25 مايكرو حسب التي اس اتش كل 6 او 8 اسابيع. يبقى الفكره انا عندي تو بيشنت، واحد اقل من 50 سنه معناته ممكن اتجاوز انا ال 50 مايكرو واعطيه واحد مايكرو للكيلو، يعني اوصل 75 مثلا او حتى 100 كانيشيتد دوز، ببدا بواحد مايكرو للكيلو. لو كان المريض اكبر من 50 سنه لا انا هخاف اعطيه جرعه كبيره في الحاله هذه، انا الافضل ما اتجاوزش ال 50 يبقى اديه 50 مايكرو. يعني مريض 75 كيلو اقل من 50 سنه اعطيه 75 مايكرو، واحد مايكرو للكيلو. مريض 75 كيلو لكن هو عمره 80 سنه او 70 سنه لا، يبقى الجرعه القصوى اللي ابدله فيها 50 او اقل، 50 مايكرو في اليوم او اقل، بعد 6 اسابيع ازود 25 او اقل من 25. طبعا المرضى اللي تعين الهارد ديزيز ممكن انا ابدا ب 25 او حتى 12.5 مايكرو، لان يعني بكون خايف من التاكيكارديا، خايف من الاي اف، فالانيشيتنج دوز لمرضى الهارت ممكن ابدا بجرعه قليله جدا 12.5 او 25 مايكرو، وبزود حتى لما بزود يا 12.5 يا 25 كل 6 ل 8 اسابيع. يبقى الفكره انه معظم المرضى يعني لا يتجاوز الجرعه النهائيه 1.6 مايكرو، معظمهم 100 150 بيكونوا كنترولد ويل كنترولد. لكن كيف ابدا؟ انا ببدا شوي كتير، في مرضى ماشيين على 75، في مرضى ماشيين على 50، في مرضى ماشيين على 100،
فإذا مريضي أنا يانج وأقل من 50 سنة، أنا ببدأ له 1 مايكرو، ما فيش عنده أي كوموربيديتي، ببدأ له 1 مايكروجرام للكيلو، لكن ممكن أوصل لواحد وستة من عشرة بعد فترة. فممكن أديه 75، من لو كان وزنه 75 كيلو أديه 75 مايكروجرام في الدي، وبعد 6 أسابيع أعمل له تحليل وأشوف. لو كان أكبر من 50 سنة، لا، هخاف في الحالة هذه، هديه جرعة أقل من 50، يا 50 مايكرو يا أقل، وكل 6 أسابيع أزود 25 مايكرو. لو كان هارد ديزيز، لا، ممكن أبدأ ب25 أو حتى ب12.5، وكل 6 ل 8 أسابيع أزود يا 12.5 يا 25. طبعا يعني بيبدأ هو يتحسن، يحس بتحسن بعد 2 أسابيع 3 في البيطر العيان. طبعا من الحاجات اللي كتير بتتحسن اللي هي الويت، في سير ريدكشن في الويت، حتى في ناس طبعا بياخدوه اساس الاوبيز، طبعا اوف ليبل، يعني بياخدوا الليفوبروتكسين على اساس يقللوا الويت، طبعا غلط. لكن المرضى الهبلوزين طبعا هيحس بتحسن، الفيشيال بافنس بتحسن، بيبدا يتحسن، السكين والهير بتاخد وقت اطول شويه، لكن الويت عفوا السكين والهير بياخد وقت اطول شويه، لكن الفيلينج بيتر يعني على طول بعد 2 أو بعد 3. في الويت ممكن من اول شهر يبدا يشوف الامور افضل، البفنس بصير الامور افضل، السكين والهير تشينز بتاخد وقت شويه. طبعا تي اس اتش انا هتابعه، هيبدا ينزل كل 6 اسابيع او كل 8 اسابيع، هعمل تي اس اتش ولغايه ما يصل للنورمال رينج، واظبط الجرعه على النورمال رينج. طبعا العلاج الليفوتاكسين المفروض يتاخد لحاله، ولو كان على معدة فاضية بيكون افضل، لانه بتأثر كتير بماني دراج. ماني دراج كان افكت سواء الابزوربشن، تمام، او الميتابوليزم، سواء اندكشن او تعمل تنديوس اندكشن او تعمل انهبشن او الابزوربشن. عشان هيك الليفوتاكسين الافضل نعطيه لحاله، ولو كان على معدة فاضية أو بعد الأكل ب2 3 ساعات بكون أفضل، أو حتى قبل الأكل بكون أفضل، عشان أضمن good absorption للليفوثيروكسين. طبعا لو كانت الجرعة كبيرة، ليش أنا بخاف من الليفوثيروكسين أو سايد إفكت للليفوثيروكسين؟ طبعا أستيبروزيز، أتريال فيبريليشن، تاكيكارديا، أنجينا، مرضى الهارت، هكون أنا كتير خايف من إعطائه في النواحي هذه، خاصة في مرضى الصب كلينيكال. يعني مريض الصب كلينيكال ومش محتاج كتير الثيروكسين، مش كتير سيمتوماتيك، ومش والانتي بادي مش بوزيتيف، وعنده استيبوروزز، لا، او عند المريضه استيبوروزز، لا، في الحاله دي ممكن انا ما اعملش، او اعمل ريبليسمنت خفيف، او ما اعملش ريبليسمنت للثيروكسين لو كان صب كلينيكال، او استنى شويه. لكن لو ما كانش عندها استيبوروزز، ما كانش في خطر على الهارت، تاكيكارديا او اتير فيبريشن، ممكن احنا نبدا فيه. يبقى الخطوره في اعطائه بدري هو الاستيوبروزز والاريثمياز، التاكي اريثمياز اللي ممكن تواجهنا، خاصه مرضى القلب والانجينا. لو ما صارش ريبليسمنت كويس، طبعا حضلها الهايبو ثايرويد ستيت موجوده، لو ما كانش في يعني يو ماست ريبليس او جود ريبليسمنت، ذا بيشنت نيد فور جود ريبليسمنت فور ليفوثيروكسين. طبعا يعني باختصار شديد هنتكلم عن ميكسيديما كوما، اللي هي الامرجنسي سيتويشن فور هايبوثيرويديزم. طبعا بريسبيتينج فاكتور، انفكشن، تروما، ستروك، اي ستريس ممكن يؤدي الى ميكسيديما. طبعا المرضى غالبا اولد ايج، كونفيوزد، هايبوثيرميك، براديكارديا، طبعا زي ما قلنا بيجي بالاولد ايج كتير، كل شيء هايبو، هايبوناتريميا، هايبوغلايسيميا، انيميا، السي بي كي ممكن يكون عالي، الاي سي جي بيشبه كتير تعين الهايبوثيرميا، الاي سي جي فولتج لو فولتج، طبعا مع وجود هيستوري ميكسيديما. طبعا التريتمنت اي سي يو، طبعا لو كان التي 3 متوفر عندنا ممكن ينعطى اي في او التي 4، بس في الحاله هذه هنعطي بجرعه كبيره، هنحتاج للريبليسمنت للليفوثيروكسين او للتيزي، لكن بجرعه كبيره. طبعا كثير اسوشيتد وذ سيبسيس، من نيد انتيبيوتيك اند فنتيليشن. طبعا يو ماست جيف هيدروكورتيزون، ماست ريبليس كورتيزون، مي بي اسوشيتد وذ اديسون كرايسيس، او اثناء اعطاء يعني يو ويل جيف ليفوثيروكسين اند this will may make consumption of corticosteroids, so you must make stress dose of supplement hydrocortisone. تمام، warming
يعني في طبعا اللي هي الايش الماتريس تحت الوارمينج باسيف وارمينج وجود مانجمنت اند جود اي سي يو مانجمنت ان ذيس بيشنت. يعني التريتمنت في الاساس اني اعطي اللي هو الثايروكسين والكورتيكوستيرويد وسبورت ذا بيشنت ان اي سي يو فنتيليشن لو كان محتاج طبعا. طبعا الهايبروزم زي ما قلنا يعني اللي هي المسج او الهوم مسج هايلي سسبكت هايبروزم خاصه في الاولد ايج في الان اكسبليند ديبريشن. دائما اتذكر الهايبوثيروزم. التي اس اتش طبعا هو التست الاساس في البرايمري هايبروزم. اذا التي اس اتش هاي ممكن اطلب الفري تي 4 و تو كونفيرم ذا بيشنت اند ستارت تو تريتمنت. all obese patient TSH is a must. اي واحد بيشكي من الاوبيزيتي طبعا الاوبيزيتي اكتر هي اكتر شيوعا من الهبزم. مش غلط لو طلبنا TSH يعني احد الاسباب تحت TSH. بالنسبه للبريجننس احنا بنطلب التي اس اتش والفري تي 4 مع بعض لو كانت بريجننت. لو كنا يعني المريضه بريجننت وفي عندنا سسبشن انها هايبرزم المفروض نطلب الاثنين مع بعض. البوست منابوزال زي ما قلنا 15% هايبرزم عشان هيك النسبه عاليه جدا خاصه بعد 60 سنه زي ما حكينا في الاول. ومش غلط لو عملنا سكرين تي اس اتش فوق 60 او فوق 65 سنه. الجرعه الريبليسمنت ستارت لو اند جو سلو زي ما حكينا الجرعه النهائيه 1.6 مايكرو لكن انا ببدا ممكن ابدا بواحد واتجاوز ال 50 في المرضى اللي اقل من 50 سنه اليانج اللي انا مش خايف. لكن الناس اللي كبار في السن اللي فوق 50 سنه لا ما اتجاوز ال 50 مايكرو ابدا ب 50 مايكرو او اقل وبعدين اعطي الليفوتريكسين وكل 6 اسابيع اطلب تي اس اتش وازود 25. لو مريض هارت ممكن ابدا ب 25 او حتى ابدا ب 12.5 وكل 6 اسابيع ازود 12.5 او 25. طبعا لازم يكون امتي ستومك لانه بتاثر كتير بالاذر دراج. و طبعا الثيروكسين افويد امبيريكال يوز طبعا انه ينعطى للاوبيزيتي فقط يعني من دون ما نثبت انه الحاله هايبوثيزم طبعا خطا كبير. المفروض احنا في الاندوكراين يعني يو ماست بروف يور سيتويشن او يور بيشنت يو ماست دياجنوز ذا بيشنت كيميكالي. يعني لازم الرقم يكون عندك سواء في اي موضوع في مواضيع الاندوكراين المفروض تثبت انه التي اس اتش هاي تثبت انه الحاله كيميكالي بعدين يو ويل ريبليس ذا ثيروكسين. طبعا لو كان في أسئلة احنا ممكن نستقبلها بواسطة المعيد. وبذلك بنكون انهينا المحاضرة. اتمنى تكون يعني عجبتكم وزادت من معلوماتكم وشكرا جزيلا. تعالي يا مريم تعالي نشوف. تعالي شوفي ده بسجل ولا انت مش خلصت.